يلا يا جيجي تسلق بحد. بصراحة أنا كلش تعبت، صعدت كل هذا الجبل لين جيت أنا وأصدقائي بهاي الجزيرة حتى نستكشفه، بس بصراحة انتبهت أكو شي على هذا الجبل وما عرفت شنو هذا الشي. أوكي يلا يا جيجي تقرب. ولا أنا تعبت، بس هذا المكان حلو أسطوري، حتى أصدقائي هناك قاعد ينتظروني. أوكي خلي أشوف من وين كان هنا واقف. يمكن أكو هذا الشخص هنا. هاي أكو حد هنا. أوكي ماكو أي شيء. أوكي لازم أبحث. بس هاش قاعد أشوف، احتمال أكو بيت بهذا المكان. أوكي يا جيجي خلي ندخل ونشوف من موجود هنا. شنو هذا المهرج؟ يسمعوني يا جنود، اليوم استكشفت اكو مجموعة من الطلاب جايين للجزيرة مالتنا، واليوم لازم نقضي عليهم بالليل. شنو؟ يريدون يقضون علينا؟ بس هاي شنو؟ هذا من موجود هنا؟ لا لا هذا جاي يقضي علي. هيا اركض يا جيجي، بس وين راح اروح؟ والله هذا خرج. يلا يا جيجي اقفز اقفز. هوبا واو قدرت اقفز هاي القفزة الاسطورية. بس وين؟ والله ذاك هو قاعد يشوفني. هذا اكيد راح يجي يقضي علي. يلا يا جيجي لازم اروح لاصدقائي واخبرهم. يلا خل اروح. يلا استعجل يا جيجي، والله احتمال هسه قاعد يتبعني. بس ياتهم الاصدقاء لازم اخبرهم على السريع. هاي يا اصدقاء احنا لازم نهرب، ما يصير نبقى هنا. جيجي واخيرا جيجي اجيت. بس جيجي شنو شفت؟ معقول تكون شفت حيوان متوحش؟ حيوان متوحش؟ هي اسمعيني، هذا المهرج. هيا يا اصدقاء احنا لازم نهرب. يا استاذ ارجوك احنا ما يصير نبقى هنا. نعم يا جيجي احنا هسه اجينا وسوينا هاي الجلسة، احنا راح نظل هنا، راح نبقى يومين بهذا المكان. جيجي اريد افهم انتش قاعد تحكي، اي مهرج قاعد تحكي عنه؟ شنو؟ هي اسمعوني، قاعد تشوفون هذا الجبل العالي اكو عليه مهرج، بس هذا المهرج الثلجي عنده جيش ورد يقضي علينا. جيجي انت متأكد من هذا الشيء؟ معقول يكون هناك مهرج؟ اي طبعا انا متأكد. هيا جيجي اصلا ماكو مهرج، هاي فقط في الافلام. هسه يلا اقعدوا يا اولاد، هسه راح احكي لكم قصة حلوة. واو راح احكي لنا قصة حلوة، تعال جيجي تعال اقعد. شنو؟ هي اي قصة؟ انتوا ليش ما قاعد تصدقون؟ اكو مهرج وعنده جيش، حتى لابسين رأس البامكن، والله اشكالهم كلش مرعبة. بس جيجي حتى اكو مهرج واحنا شو نسوي للمهرج؟ احتمال هذا قاعد يسوي فد مسرحية او شي، مستحيل هو اصلا راح يجي علينا. يلا اوكي جيجي تعال خلينا نسمع القصة. شنو؟ بس يا جيجي اروح اني ارجع بوحدي للقرية، بس هاي اذا ارجع اكيد راح يجي المهرج يقضي عليهم لانهم ما قاعد يصدقون بي. بس ايش راح تسوي يا جيجي؟ هي اسمعيني رانيا، انت لازم تساعديني، لازم نحمي احميكم واحمي الاصدقاء. بس جيجي قبل هو شنو المهرج راح يجي علينا ويقضي علينا؟ جيجي متاكد من هذا الشيء؟ طبعا انا متاكد، انا شفته موجود على ذاك الجبل، حتى عنده مثل البيت وعنده جيش. بس رانيا اوكي يعني عرفت ايش راح اسوي، لازم نشتغل ونسوي لنا مكان يحمي هذا، يحمي كل الاصدقاء. بيت يحمينا؟ صح جيجي، يعني اذا اكو مهرج شرير احنا اصلا ما علينا اي شيء، انت راح تسوي لنا مكان اسطوري. بصراحه هذا الحل الوحيد، لان ذول الاصدقاء ما قاعد يصدقون بي، واكيد راح يبقون وراح يجي يقضي عليهم. اذا لازم اجمع البلوكات مالتي واحاول اسوي لهم مكان يحميهم. يلا خل استعجل. يس انا جمعت هاي البلوكات. هي اسمعي رانيا احنا لازم نبني على السريع، لاني سمعت هذا المهرج يقول احنا لازم نجي عليهم ونهجم عليهم بالليل. جيجي انا بديت كلش اخاف. هي شوف اسمع جيجي، اذا تحتاج بلوكات هذا النوب عنده كل البلوكات موجوده. هيا نوب انت عندك بلوكات؟ نعم رانيا انا اجمع بلوكات طول حياتي وعندي كل انواع البلوكات. كل الزين جيجي، اي بلوكه تحتاجها هي موجوده عندي، لان تعرف انه هذا النوب حتى بلوكات يجمع اصلا ما يستخدمها. اوكي رانيا بصراحه لما يصير نحكي واي لازم نشتغل. اوكي بالبدايه لازم نسوي مثل البيت هنا، لازم احسب. اوكي راح اترك
بلوكتين هنا، هاي راح تكون بلوكات الباب. هسه لازم نسوي نبيت صغير يحاوط كل ذولة. رانية لازم تشتغلين على السريع من الجهة الثانية. طبعا طبعا جيجي، انا قاعد احسب بلوكات هنا، 1 2 3. اوكي هسه صحيح. اوكي رانية هسه لازم تسدين هذا. اتوقع لازم نسوي عالي حتى يحمي كل ذول الاصدقاء. صح جيجي، اوكي راح اشتغل من هذه الجهه وانت اشتغل من الجهه الثانيه. اوكي هسه راح اكمل هذا. يلا يا جيجي استعجل. اعتقد هيك يكون صحيح. رانيا انطيني بيكوكس، عندك بيكوكس؟ طبعا جيجي انا جابوا وياي بيكوكس، تفضل هذا البيكوكس. اوكي يلا يا جيجي لازم نستعجل. هي اوكي والله عندك بيكوكس من الدايموند. اي طبعا جيجي، جيجي انت ما تعرف انا ايش قد اشتغلت وساعدت بابا، ومن ساعدته اعطاني هذا البيكوكس الدايموند هديه. اوكي يلا يا جيجي. رانيا لازم نكمل بناء هذا، بس تتوقعين انه هذا الحجر راح يكون قوي ضد هذا المهرج الثلجي؟ اي طبعا طبعا جيجي، انا سمع انه هذا الحجر كلش قوي والصور راح يحمينا. يعني احنا ما علينا اي شيء. اوكي يا جيجي اذا لازم نشتغل ونسد كل هذا المكان. حتى تركت مكان للشبابيك. اوكي لازم هنا نخلي بعد، اتوقع هسه صحيح. اوكي لازم نكمل هذا البناء على السريع، حتى وراها راح نخلي شغلات تحمينا. هيا جيجي انت ايش قاعد تسوي؟ يا استاذ انا قاعد اسوي مكان يحوط هذا، لان بصراحه بالليل راح يكون مكان بارد ولهذا لازم ندفى. اي طبعا طبعا يا استاذ، اصلا هذا الشيء كلش راح يفيدنا، راح يكون مكان كلش حلو. اوكي لا تكملوا شغلكم. اوكي اوكي انا قلت للاستاذ انه هذا المكان راح يدفينا، لان بصراحه هو ما يصدق انه اكو مهرج راح يجي بالليل ويحاول يقضي علينا، ولهذا لازم نشتغل على السريع. هيرانية لازم نكمل. يس انا ايش قد اشتغلت. يلا يا جيجي استعجل، لازم اخلي بعد هنا بلوكات حتى يكمل كل هذا المكان. اوكي اتوقع هسه صحيح، يلا خلنا نقفز. اوكي ذول الاصدقاء هنا. هيا جيجي اقعد يمي، تعال خليني العب لعبه. هي جيجي تعال شوف انا شنو سويت. هي انت يا لعبه انت ما تعرف ايش قاعد يصير. رانيا انت ايش قاعد تسوين هنا؟ جيجي شوف هذا الجلاس اخذته، اخذته من هذا النوب، عنده زجاج كلش هوايه، ولهذا جيت اخليه بهذا المكان. هي ايش قاعد تسوين؟ شنو الزجاج اصلا؟ هذا ما راح نستفاد منه. هاي ليش يا مخرب، ليش خربت هذا الزجاج؟ هي اسمعي دا اقول لك، المهرج اللي يهجم علينا تتوقعين الزجاج راح يمنعه؟ اكيد يقدر يكسره ويدخل لنا. ها اي صحيح. لا جيجي ايش راح نسوي؟ رانيا راح نخلي بمكان الزجاج راح نستخدم الايرون بارز. اي صحيح جيجي هذا كلش قوي. يلا اوكي هسه راح اكسر كل هذا الزجاج وبعد اخلي هذا الايرون بارز. اوكي بصراحه هذا راح يكون مثل الشبابيك، يعني يدخل الضوء والهواء بس ما راح يقدرون يدخلون هم عن طريقه. اوكي يلا يا جيجي حاول تكمل كل هذا المكان على السريع. بصراحة هذول أصدقائي كلهم نوب، أقول أقولهم إنه راح يجمع علينا المهرج بس ما قاعد يصدقون بيه. أوكي رانيا هسه إحنا كملنا هذا. إيه طبعا جيجي أنا كملت هذه الجهة وهذه الجهة كلها كملت. أوكي هسه إجا الوقت إنه نستخدم الأبواب الحديدية. أيوه جيجي أنا أعرف إنه هالأبواب الحديدية هذه كلش قوية. بس جيجي هذا ليش ما قاعد يشتغل؟ رانيا هذا قاعد يشتغل. اوكي بعين سد ويغلق. بس رانيا هسه احنا ايش راح نسوي؟ تتوقعين بس هذا البيت راح يكون يحمينا ضد هذا المهرج؟ بصراحه هذا المهرج كلش ذكي ويستخدم اساليب، يعني ممكن يفجر هذا البيت يدخل لنا. شنو جيجي يعني فجرنا؟ لا ايش راح نسوي جيجي؟ إذا عندك فكرة يلا قول على السريع. رانيا بالبداية احنا لازم نسوينا جدار يحمي هذا المكان. اوكي انت عندك خيوط عنكبوت؟ خيوط عنكبوت؟ جيجي انت تهتم، هسه راح اروح لهذا النوم راح يعطيني شغلات كل شوية. هي جيجي تعال افتح الباب. اوكي رانيا يلا ادخلي ادخلي. هيا نوم يلا اعطيني خيوط عنكبوت. اوكي رانيا هسه راح انطيج. معقول هذا النوب عنده خيوط عنكبوت؟ والله هذا النوب اسطوري. هي جيجي شوف قد اعطاني خيوط عنكبوت. اوكي جيجي هذا تحتاجه او غيره؟ عندي حتى الثاني. لا رانيا مو هذا، اريد ذاك الثاني. يلا اوكي جيجي هذا الثاني موجود. اوكي شباك العنكبوت راح تكون افضل. هسه ايش راح نسوي؟ اوكي يا جيجي اتوقع راح نبتعد مسافه هنا، اعتقد هاي المساحه راح تكون كافيه. رانيا تعرفين ايش قاعد اسوي اني؟ جيجي انا قاعده شفتك قاعد تبني بس ما قاعد اعرف ايش قاعد اسوي. رانيا هنا انا راح نمشي مسافه. اوكي بالضبط هنا. اوكي يا جيجي
اتوقع هذا صحيح. اوكي ساقفز بعدين هنا. اوكي خطأ هذا، حس هذا صحيح. راني قاعد تشوفين انا سويت، سويت هاي العواميد وبالضبط راح يحمينه هو شباك العنكبوت اللي راح نخليه هنا. ها جي جي اوكي صحيح، الصور ذا جو رادوا يعبرون ما يقدرون، راح يكون هذا الشيء كل الصعب. راني هذا الشيء راح يبطئهم، واثناء ما راح هم يدخلون بالشباك احنا راح نقدر نقاتلهم وراح نقضي عليهم. يعفي عليك جي جي، انت خططك عبقريه. اوكي هسه لازم نشتغل هنا بعد. اوكي يا جي جي اتوقع هاي المساحه راح تكون كافيه. اوكي لازم ثلاث بلوكات ولازم ارجع من جديد. هاي رانيا انا راح اسبقك وراح اكمل قبلك. لا لا تجي مستحيل، انا راح اكون كل السريعه واكيد ان هالمره راح افوز. شنو معقوله رانيا راح تكمل قبلي؟ لا 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 مستحيل، لازم احاول اشتغلنا على السريع. يلا خلي اشتغل يا جيجي، هسه راح اوصل قبل رانيا. جيجي انا كملت قبلك. شنو اوكي رانيا اتوقع احنا متساوين، قدرنا نكمل بنفس الوقت. صحيح جيجي. يلا اوكي بس جيجي هاي انت كملتها. اوكي ماكو مشكله. اوكي رانيا هسه احنا قدرنا نكمل هذا السياج الاسطوري، راح نحمي الاصدقاء من هذا المهرج الشرير. بس شنو بعد نحتاج؟ جيجي تتوقع انه كل هذا كافي؟ جيجي احتمال راح يكسره وراح يقدر يدخل البيت. اذا كسر شباك العنكبوت انا مستحيل اسمح له يتقرب من الشباك. بس رانيا اجتي ببالي فكره اسطوريه. بس جي صحي ذكرت قبل لا تجي هذه الفكره، هي شوف اسمعني، هذا النوب اعطاني هاي بلوكات ما اعرف شو نستفاد منها، وهذه الكريستاله. بس جيجي هاش راح نسوي بيها؟ ابسيديان زائد اوكي اند كريستال. واو رانيا متعرفين هذه بشنو راح تفيدنا؟ اصلا هذا الشيء اسطوري راح يخلينا نقضي عليهم اذا تقربوا علينا. جيجي انت متاكد؟ طبعا رانيا، بس انا ما راح استخدمها هسه، انا اكو شغلات قبل راح استخدمها. اوكي رانيا احتاج شفل، انت عندك شفل؟ اي طبعا جيجي انا كل عندي كل ادوات تحتاجها. اوكي هذا الشفل، اذا تريد اكس عندي اكس، اذا تريد بعد شنو؟ لا لا هذه ما اعطيها، هذه مالتي. اوكي رانيا احنا عن طريق هذا الشفل راح نقدر نسوي لنا خندق هنا، بالضبط راح يكون قرب هذا الشباك العنكبوت. اوكي اوكي ها صحيح، جاشي كل السهل، يلا خل احفر على السريع. بس رانيا المره انا متاكد راح اسبقك لان انا اسرع منك. باي جيجي اروح اوصل قبلك. شنو اوكي يا جيجي احفر على السريع، لازم اوصل قبل رانيا. والله هذا صحيح بطيء. اوكي اذا استخدمت هيجي انا متاكد راح افوز عليها. هاي ها شو وصلتينا؟ هاي جيجي انا ايش قلت لك؟ مو قلت لك انه انا راح افوز عليك؟ شفت جيجي انا اللي فزت. والله انت مخادعه بصراحه، انت كل السريعه، انت فائقه السرعه. اوكي رانيا تتوقعين ايش راح نستخدم بهذا الخندق؟ الخندق جيجي معقول لافا؟ جيجي تريد لافا؟ انا عندي هذا النوم انطوني هواي شغلات. رانيا نستخدم لافا او ماء؟ بس اعتقد اللافا هي الفكره الافضل، لان اذا دخلوا باللافا وقرروا يعبرون راح يصادفهم هذا الجد الخيوط العنكبوت وراح تمنعهم وراح يبقون باللافا الى حد ما ينقضي عليهم. صحيح جيجي اصلا هنا راح يكون الدخول كله صعب، لان جيجي من راح يوصل مال الخيوط اكيد راح يتعلق وبعد حتى ما يقدر يتحرك. طبعا ولهذا راح يبقى باللافا واللافا تقضي عليه. بس راني انطيني احتاج اني لافا هوايه. اوكي اوكي جيجي تفضل. هي جيجي هذا النوب ايش قد عنده موارد، انطوني هواي شغلات. والله هذا صديقنا، هذا اسطوري ساعدنا هوايه وقدم لنا كل الاشياء اللي نحتاجها. اوكي راني هسه لازم نخلي هنا لافا ونحاول نشتغل على السريع. اوكي والله هذه اللافا هذا خط دفاع اسطوري اكيد راح يحمينا. ولهذا لازم اشتغل على السريع. يلا خلنا اشتغل. يس انا شقد اشتغلت وكملت هذا اللافا، سويت خط الدفاع الثاني اللي يحمي هذا البيت. بس رانيا هسه اذا هم هجموا تتوقعين مين راح يدخلون؟ جيجي انت اصلا هذا البناء صحي سويته حلو وخليت هنا لافا هنا، بس اكيد راح يجون يدخلون عن طريق هذا المكان، هذا كل السهل. شو جيجي مثل ما انا قاعد امشي هو ما يقدر يجي هنا. اوكي رانيا يعني عرفت وخططت لهذا الشيء واعرف ايش راح اسوي بهذا المكان. ايش راح اسوي جيجي؟ اوكي رانيا ابتعدي ابتعدي، هسه انا اشرح لك ايش راح يصير هنا. لازم بالبدايه
ابني هيجي 3-4 اتوقع هذا الارتفاع راح يكون صحيح. يا جيجي شنو هذا؟ يعني خاف واحد يقفز باللافة يصعد عن طريق هذه؟ شنو انت هيك قاعد تفكرين؟ اوكي بعد هنا يا جيجي اعتقد هنا بلوكة واحدة وهنا اثنين، هسه صحيح. جيجي هذا بالارض اكسر او لا؟ هاي لا تكسرين، والله تخليني اسقط اذا كسرتي رانية. اوكي بعد هنا هسه صحيح. اوكي رانية قاعد تشوفني انا ايش قاعد اسوي، راح اسوي شيء اسطوري حتى اقضي عليهم من يجون بهذا المكان. جيجي انا كل شيء ما قاعد اعرف ايش قاعد اسوي، دي شنو هذا البناء؟ اوكي هسه رانية اشرح لك. اوكي هسه صحيح، بس مع الاسف هذا المكان بعيد، ما قدرت. اوكي اذا راح اكسر هذا واتخلص منه. رانية هيك سري. اوكي هسه انا كملت هذا الشيء. هسه لازم اصعد من جديد وراح استخدم الانفل هنا. اوكي يا جيجي لازم تستعجل بالضبط هيجي. رانية انت ما تعرفين هذا الانفل اذا سقط عليهم راح يقضي عليهم. صحيح جيجي، انا مرة شفت انه اذا سقط الانفل على شخص خطية راح راسي يقوم يوجع كل شيء واي. بعد رانية هذا راح يكون كمين اسطوري، يعني بنفس الوقت راح يقضي عليهم وراح يغلق الباب حتى ما يدخلون عن طريق هذا المكان. جيجي هاي فكرتك عبقرية وحلوة، حيل جيجي انت خلت كل شيء واي. طبعا رانية لازم يكون عالي حتى ما يقدروا يصعدون. اوكي هسه هنا بعد. اوكي يا جيجي اتوقع يحتاج بعد واحد، اتوقع هسه صحيح. رانية انت ليش ما تجي وتساعديني؟ هاي جيجي تعال هنا، جيجي تعال اخفز هنا. اوكي بقى بس هذا. هاي جيجي انا هنا جيجي. اوكي انت هنا. رانية انا اصلا كملت. اوكي هسه كمل كل هذا. جيجي انا مسويت لك هنا درج، انت ايش خبص منك؟ هي ما احتاج. اوكي بعد يا جيجي شنو تحتاج؟ اوكي لازم اجي استخدم هذا بالضبط هنا. اوكي يلا يا جيجي هسه صحيح، لازم اكسر هذا. بس وين البيكاكس؟ راني اكسري لي هاي الاخيره. يلا اوكي جيجي وين البيكاكس؟ اوكي خلي افتش بجيوبي. هو هذا البيكاكس اصلا ما احتاج، اريد بس هنا شنو راح اخلي بالضبط. جيجي تريد الليفر او لا؟ اوكي اعتقد الليفر راح يفيدني، بس راني اريد ريدستون، اعطيني ريدستون. يلا اوكي جيجي هاي تفضل ريدستون. حيل جيجي انا قاعد عندي شغلات صوت كل شوي، جيجي تفضل. اوكي يلا رانية بصراحة اوكي حصلت على الريد ستون، هسه راح اخليه هنا بعدين اخليه لازم يمشي هنا. اوكي يا جيجي هسه بعد اعتقد هذا المكان راح يكون اسطوري. جيجي وبعدين ايش راح يصير هسه؟ اوكي رانية ثاني ايش راح يصير بعد هنا؟ اوكي اعتقد هسه صحيح. يلا يا جيجي. اوكي رانية احتاج بلوكة. اوكي موجودة هنا، هسه راح اخليها بالضبط بهذا المكان. اوكي اعتقد هسه راح تشتغل رانية. جيجي شنو يشتغل جيجي؟ رانية اعطيني هالبلوكة، ليش متقربة علي اصلا؟ اوكي جيجي هاي تفضل. اوكي يا جيجي هسه لازم نستخدم هاي البلوكة بالضبط، اريد بريشر بليت، اذا خليت هنا ورميت عليها سهم راح تسقط هاي البوابة. اوكي جيجي يعني ستريد بلجر بليت. طبعا خليه وحده هنا. بس يا جيجي هسه لازم نفكر. هاي جيجي تفضل. اوكي رانية انت ليش معتمدة علي؟ هي حاولي تشتغلين انت. جيجي اخاف اشتغل واخاف اخرب كل هذا. اوكي لا اوكي هسه صحيح. جيجي هسه تضغط عليها او لا؟ هي ابتعدي ما يصير تضغطين على هذا المكان. اوكي يا جيجي والله صار شيء اسطوري، قدرت اسوي هاي البوابة وهذا الجدار واللافة. بقى الشيء الاخير اللي لازم نسوي رانية، شنو رأيك اذا استخدمنا الريدستون الابسيديان واستخدمنا الاند كريستال؟ صحيح جيجي انت قلت لي هذا الشيء اسطوري، بس جيجي يعني قبل ايش راح نسوي؟ اوكي رانية هسه انا اقول ايش راح نسوي، بس بالبداية خل اجيب شفل ونحاول نحفر نسوي لنا خندق جديد يفتر حول هذا البيت. بس رانية لازم يكون هذا الخندق مو قريب على البيت، يعني هذا الشيء كلش خطر. اوكي جيجي يعني ايش قد مسافة؟ اوكي راح اسوي مسافة بعيدة حتى اصلا ما يأثر. اتوقع هالمسافة راح تكون اسطورية. يلا يا جيجي حاول تحفر. هاي رانية انا راح اسبقك وراح اكمل شغلي. لا مستحيل اصلا راح اوصل قبلك. باي باي جيجي. يس
هسه احنا كملنا هذا الخندق وخلينا بعيد عن هذا البيت. اجي الوقت راح نستخدم هنا بلوكات الابسيديان. رانيا لازم تشتغلي مكمل. بعد ما نكمل هذا الابسيديان راح استخدم الاند كريستال. بس جيجي قال لي حد اسمه فهمت هذا شنو يصير يعني؟ ولا جينا يمه وتقربنا عليه ايش راح يصير؟ اوكي رانيا اذا تريدين تعرفين ايش راح يصير تعي راح اشوفك شنو راح يصير بهذا المكان. شنو راح اشوفني؟ واو شنو متحمسه. اوكي ايش راح يصير؟ رانيا قاعد تشوفين هاي الاند كريستال. في حال احنا صعدنا فوق البيت طبعا المنصه مالتنا راح تكون فوق البيت حتى نراقب كل شيء، واذا شفناهم متقربوا يم هذا السياج الاول احنا راح نستخدم القوس مالتنا. القوس بجيجي شوفت القوس. بس جيجي هذا كلش حلو شكله حتى عجبني. اوكي رانيا هسه شوفين شنو فائدته. شنو حتى طيرني جيجي هذا ينفجر. طبعا رانيا احنا راح نصعد فوق هذا البيت واذا شفناهم متقربوا يم هذا السياج راح نستخدم الانفجار وراح نقضي عليهم. واو جيجي هذا شيء كلش حلو. اوكي رانيا بس لازم نستخدم متباعدات بين بلوكه وبلوكه. اوكي يا جيجي بالضبط هذا الشيء. واو راح يكون احلى سياج محمي بالعالم. جيجي هذا كلش حلو. جيجي حتى شكله اسطوري صار مثل كوكب فضائي او ما شلون صاير. اوكي رانيا بس لازم نشتغل على السريع ينبقى شويه وراح يجي الليل وراح يجمع علينا هذا المهرج. يلا اوكي اوكي جيجي انا راح اخلص. يس انا كملت وخليت هذا الاند كريستال حول هذا المكان. اوكي هذا راح يكون شيء اسطوري يحمي البيت. هاي جيجي هاي جيجي شوف اسمعني هاي الكاميرا اخذها والتقط للصوره وانا قاعده اكل هذا العسل وحولي كل هذه الشغلات الاسطوريه حتى عباك انه انا قاعده بالفضاء. الفضاء هي رانيا انا التقط للصوره وقت ما يجي هذا المهرج يقضي عليك لان انت اصلا ما مهتمه وما تعرفي هذا ايش راح يسوي بينا. جيجي اصلا ما راح يقدر جيجي جيجي وجيجي شبيك انت خايف مستحيل راح يقدر يعبر هذا المكان. رانيا انت شنو عندك بالضبط؟ قلتي هذا عسل. اي طبعا جيجي ايش قد جمعت من الغابه عسل صح عندي عسل كلش هوايه. واو بس شنو راح يفيدني هذا العسل؟ جيجي هذا راح ناخذه بالبيت ونخليه ويا الاكل. هاي رانيا ما افكر بالاكل انا افكر شلون احمي هذا المكان. بس صحيح أنا كنت مفكر أن أجمع عظام حتى أقدر أجيب ذئاب تحمي هذا المكان، بس إذا عدنا عسل راح أقدر أجيب شيء ثاني يحمي هذا المكان. جيجي أنت إيش قاعد تحكي؟ حتى أصلا ما قاعد أفتهمك. رانيا أنطيني هذا العسل أنا محتاجه. شنو؟ لا لا مستحيل هذا جيجي لي مستحيل أنطيني. هي أنطينيه أنا بصراحة كلش محتاجه. رانيا أوكي راح أعطيك كلش قليل أعطيك واحدة اثنين ها؟ بس هذا كله شوي جيجي هذا كافي عليك مو صحيح؟ اوكي اوكي يلا انطيني اياه. انت راني ما تعرفين هذا العسل بشنو راح يفيدني. بس انا وين شفت قبل شويه راني انا قبل شويه من طلعت هنا جيت قاعد ابحث واستكشف هذا المكان سمعت صوت غريب قاعد يخرج من كهف. اتوقع هذا الصوت هو صوت دب. دب هاي جيجي انت ايش تريد؟ تريد يقطع علينا الدب؟ لا مستحيل جيجي هذا قاعد يسوي كلش خطر. رانيا احنا ما نريده يقضي علينا احنا بالعكس راح نعطي عسل ونحاول نكون نسوي صديق لنا للدب. جيجي يعني اعطينا عسل راح يكون صديقنا؟ طبعا اصلا الدب يحب العسل واذا صار صديقنا راح يجي ويحمي هذا البيت. جيجي يعني راح تقدر تلتقط الصوره وياه. هاي رانيا احتمال راح ياكلك يلا التقط الصوره. يا شرر يا مزعج كيف تسوي هذا الشيء؟ ليش هذا الحكي؟ اوكي رانيا بصراحة أنا أتذكر الكهف بهذا المكان بس وين بالضبط أنا ما قاعد أتذكر. هذا الكهف أو هي ترانيا هياتهم موجودين هنا. جيجي هي انتبه انتبه انتبه. هي ليش خايفة؟ أنا عندي عسل أصلاً راح أساعدهم. أوكي أوكي أنا عندي كاميرا وراح ألتقط لك صورة. أوكي بس جاني كلش خايف عليك جيجي خاف يتخلصون مني. هي انا ما اخاف. هي مرحبا يا دببة ارجوكم لا تاكلوني انا اجيت انطيكم هذا يلا اخذوا هذا العسل. جيجي هم موافقوا اوكي راح اطلع صور كلش هوايه يلا جيجي ابتسم.
يس أنا جبت كل هاي الدبابة. واو بس هاي الدبابة أسطورية، أكيد راح تحمي هذا المكان. جيجي أنا كلش فرحانة. جيجي الدب ما قاعد يسوي لنا أي شيء. أوكي خلنا نلتقط لك بعد صورة. أوكي رانيا انتظري خلي أبتسم. يلا رانيا التقطي صورة. يلا واحد اثنين ثلاثة. أوكي شفتي رانيا أنا جبت قدرت أجيب هاي الدبابة، قنعتهم يجون يحمون هذا المكان. أوكي رانيا بس بصراحة هاي الدبابة كلش مخيفة، أكيد راح تقضي على جيش المهرج. طبعا طبعا جيجي اصلا كلش اقوياء، والضربه من الدب وحده راح يقضى عليهم. اوكي اذا راح اترككم بهذا المكان حتى يحمون هذا البيت، ولازم هسه نروح ندخل للبيت حتى نشتغل ونضيف بعد اشياء. يلا خلوا نروح. يس صار الليل، بس هسه اجى الوقت راح تيمان راح يهجم علينا هذا المهرج، ولهذا لازم نستخدم هاي طرقنا حتى نقضي عليه. هي جيجي انا راح اختبئ بالبيت. اوكي رانيا هسه لازم نغلق الابواب. اوكي هسه احنا سدينا الباب جيجي، يعني هسه احنا بامان ما علينا اي شيء. اكيد رانيا المفروض ان هاي الخطط اللي سويناها هي راح تحمينا. يا اصدقاء انتم لا تخافون، هسه راح يهجم علينا المهرج بس احنا راح نقضي عليه. يا جيجي اصلا ماكو اي مهرج، احنا هنا مستمتعين بالمكان، وذول اصلا ما قاعد يصدقون. بس اوكي هسه اجى الوقت انه استخدم الدرج حتى اصعد للطابق. هي جيجي انا راح اصعد وياك. اوكي رانيا هسه لازم نجي نوقف هنا ونراقب كل هذا المكان، بس مستحيل نسمح لهم ان يجون يتقربون للبيت. يعافي عليك جيجي، بس شبوح المكان صار كلش حلو واسطوري. بس رانيا اريدش تنزلين الطابق الارضي تحمين بقية الاصدقاء حتى اذا اجوا انت راح تقاتليهم. يلا اوكي جيجي ماكو مشكلة انا راح انزل. يسمعوني يا جنود، هساني قربتكم على هذا المكان، احنا لازم نروح ونقضي عليهم. يلا استعجلوا هجوم. ايش قاعد اشوفوني؟ هذا المهرج والله جمو يا الجيش مالتي، بس الدب مالتي موجود اكيد مستحيل يسمح لهم. يلا يا دب اقضي عليهم. شنو؟ لا مستحيل والله راح يقضون عليه، بس انا مستحيل اقبل. هيا مهرج يلا تعال انت يا جبان، انا راح اقضي عليك. بس هيا ايش قاعد يصير؟ اوكي انا راح اقضي عليه عن طريق راح استخدم هذا الانفجار، بس الدب مالتي سحبهم الى مكان بعيد. والله عندي دب اسطوري. بس انا لازم اخبر بقية الاولاد. هيا اولاد تحضروا، هذا المهرج يجمع علينا. شنو؟ بس يمكن راح اقضي على هذا المهرج بهذا الانفجار، انا متأكد هذا الشيء. يلا واحد اثنين ثلاثة يلا انفجر. شنو؟ والله هذا ما يتأثر هذا المهرج ابد، حتى هذا كلش قوي. بس انا اعرف شلون راح اقضي عليهم، لازم انتظرهم يجون يم هاي الباب. بس انا اعرف شو راح اسوي. يلا يا جيجي انزل على السريع، لازم اروح واقاتلهم. هاي انت يا مهرج يا جبان، انا راح اقضي عليك. لازم استخدم القوس مالتي. اوكي يلا انا راح اقضي عليكم. مستحيل اسمح لكم تجون على هذا المكان تقضون على اصدقائي. بس والله الدب مالتي قوي سحبهم الى هذا النهر. بس يا جيجي ما يصير تبقى هنا، لازم ترجع باسرع وقت. يلا خلي استعجل. يلا اصعد يا جيجي، لازم اشوفهم وين. والله قضوا على الدبابة مالتي، بس اوكي راح استخدم هاي الانفجارات. واو انا متأكد راح اقضي عليهم. بس اوكي خلي اشوف وينهم. يا تيجي المهرج. اوكي لازم انتظر يتقرب بعد اكثر. بس يمكن قاعد يجمع الجنود مالتي. يلا واحد اثنين ثلاثة هوب، لازم اضغط على هاي. واي ما قاعد تصير، لازم انزل على السريع. يلا خلي اضغط هنا هوب، والله قضيت عليهم. اوكي قدرت اقضي على هذا المهرج. بس يا جيجي انت لازم تتأكد انه انا قضيت عليهم او لا. اوكي خلي اشوف. والله يمكن المهرج هنا موجود. اي صحيح حيات المهرج، انا قضيت عليه عن طريق هذا الانفل، خليته يسقط عليه وقضيت على كل جيشه. هسه احنا صرنا بامان، لازم ارجع لاصدقائي وخليهم يفتحوا لنا الباب. انا قدرت اقضي على اقوى وحش بالعالم. هاي رانيا، رانيا افتحي الباب. لا 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 ما افتح الباب، احتمال تكون انت مهرج. مهرج شنو؟ هاي اني مو مهرج، اني جيجي. شو؟ بس جيجي وين المهرج؟ رانيا اني قضيت عليه هو وجيشه بهاي الخدع مالتي القوية.
لعد يلا جيجي تعال تعال هس لعد المكان صار آمن. طبعا رانية شنو رأيك بهذا الشيء اللي أنا سويته؟ والله أنا استخدمت أقوى أشياء موجودة هنا حتى أقضي على دول الأشرار وتخلصت منهم إلى الأبد. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نلتقي فيديو جديد، مع السلامة.